الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه نحن اليوم مع الكلام على الكتاب الآخر من كتاب عمدة الأحكام، الكلام على الحج ختاما للعبادات. وفي الكتاب الثاني نحن نتكلم عن المعاملات، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب لا يعني لا يمكن لطالب علم أن يلتقي بدونه، ولا يمكن لطالب علم أن يتقن مسائل الفقه المقارن أو فقه الحديث بدون المرور على مثل هذا الكتاب الجليل. والكتاب الثاني بفضل الله كتاب أفعال الرسول، ما زلنا في تقعيد القاعدة المهمة التي ينبني عليها بعد ذلك ما سيأتي بأسره. فإن أتقننا القاعدة، ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد، وإن كان في الصحة خلل النتيجة تكون فيها الخلل، فلابد من التقعيد الصحيح حتى نبني بناية سديدة نسير عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبسه من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. هنا هذه الأحاديث تبين لنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، فقد بعثه الله بأبي هو وأمي هاديا مصيرا مبشرا ونذيرا سراجا منيرا، فكان معلما لأصحابه، ما ترك شاردة ولا واردة إلا علمهم إياه، كما قال أبو ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى الطائرة يطير في السماء إلا علمنا منه علما. وأيضا جاء اليهود يحسدون هذه الأمة، يقولون لسلمان رضي الله عنه وارضاه، عليه رضوان الله جل في علاه: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، حتى وذكر قضاء الحاجة، أداب الحاجة، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمهم إياه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهابون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يهابون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يهابون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتجرؤون على سؤاله، فكانوا ينتظرون الأعراب ليصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيتعلمون ويعلمون بعد ذلك الناس. فجاء الأعرابي فائر الرأس، له صوت ودوي يسمع ولا يعقل ما يقول، حتى أنه قال: أين محمد؟ فقال: هأنذا، أو قال: إني سائلك ومشدد عليك، آه الله أرسلك،
زعم رسولك أنك تزعم كذا إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين. والأعراب كما قلنا يأتون يسألون يستفسرون ليتعبدوا لله الذي في علاه، ما أرادوا أن يكونوا علماء الصحابة ولا لنشر العلم، لكن أرادوا التعلم من أجل التعبد. والصحابة كذلك، ولكنهم ارتقوا منزلة ثالثة وهو التعلم للتعبد والتعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلسه وجاء من يسأل، وهذه فيها دلالة وإشارة واضحة جدا على أن الإنسان إذا تقدم بين يدي عبادة أو معاملة يجب عليه، فالفرض عين عليه أن يسأل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في محفل الحج ما من أحد يريد الحج إلا وذهب يستفسر عن الحج، لكن الذي نراه من الناس ومن عوام الناس يذهب إلى هناك يبطل حجه وتفسد عمرته ويسأل بعدما يبطل حجه وتفسد عمرته، يأثم ثم بعد الإثم يركب المعصية على المعصية ثم بعد ذلك الندامة والحسرة التي لا يمكن أن يعني يستعيد عنها بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يريد الحج ويريد أن يتعلم آداب الحج وشفاء لأي سؤال. فكما جاءت المرأة وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقر على الدابة، فهل أحج عنه أفأحج عنه؟ ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عنه، أرأيت لو كان على أبيك من دين أكنت تقضي هذه الدين؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما رفعت المرأة الخثعمية طفلها النبي صلى الله عليه وسلم قالت على هذا حج أو لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ما من أحد إلا وقته يسأل. وسيأتينا أيضا في الكتاب أن رجل جاء متضمقا بالمسك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإحرام، هكذا إحرام صحيح أم لا؟ فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم أهمية العالم وأهمية طالب العلم بين الناس، أنه مرجع للناس في كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة. هذا في العبادات وكذلك في المعاملات، ونحن أحوج ما نكون في المعاملات، وإلا فكثير من الإخوة وقعوا في التجارة وهم يقعون في الربا ولا يدرون، أو يدرون ويقعون في الإثم ويأكلون أموال الناس بالباطل ولا يدرون، أو يدرون أو يغفلون والمعصية عندهم مركبة، لأن هؤلاء خلاص الناس ينظرون عليهم بأنهم أفاضل الناس أماجد الناس، هؤلاء الذين يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يسألوا حتى يكونوا على قدر المسؤولية. وغرض المقصود جاء النبي صلى الرجل يسأله عن أداب الحج أداب المحرم، فسأله ما يلبس المحرم، فكان هذا السؤال ليس بغير موضعه، ومن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم به ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ما رد عليه وقال له أنت لا تحسن السؤال، لا تفقه كيف تسأل، كيف تريد الإجابة وأنت ما عندك حسن السؤال، نصف الإجابة حسن السؤال وأنت لا تفقه. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي عندما قال الرجل الذي عطس قال له يرحمك الله، ولما نظر إلى الصحابة ينظرون عليه كأنهم يقعون به ضرب على فخذيه وقال ويل أمي ماذا فعلت إلى آخر، فقال بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا نهرني، من فضل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على الرجل بجهالته في السؤال بجهله في السؤال، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بما يفيده، حول سؤاله كأنه يقول في الإجابة لك أمران، الأمر الأول أبين لك حسن السؤال، فحسن السؤال أن تسأل عما لا يلبس المحرم، لأن المحرم يلبس كل شيء، إذ الأصل، وهذه تدلك أيضا إذ دلالة عند أهل الأصول على أن إيش الأصل يبقى على ما كان إلا ما دل الدليل على الحيد عن الأصل، فكأن الأصل يلبس المحرم كل شيء، فلذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السؤال أن تسأل عما لا يلبس، لأن الأصل أن يلبس كل شيء. فإذا جاء النهي دلالة أن الشريعة ما جاءت لتضيق على الناس ولا تحرج على الناس ولا تنهى عنهم كل شيء، لا، فبين له أن ما ينهى عنه أو ما لا يلبسه المحرم قليل، فكأنه يقول وحسن السؤال أن تسأل عما لا يلبسه المحرم، فقال لا يلبس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس هذه فيها كما قلت الأمران، أولا أنه بدل سؤاله بحسن السؤال تعليما له بالإشارة وتلطفا له، وهذا أدب العالم مع المستفتي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني أجمل له الفائدة بأوجز كلام، خير الكلام ما قل ودل، وهذه من إيش؟ من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الله جوامع الكلم، فقال له لا يلبس المحرم وعدد له القميص والعمائم والسراويل
وأيضا عدد له لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران، والزعفران هو النبت، نبت له رائحة طيبة زكية. وأيضا الورس نفس الأمر، نبت له لون ورائحة طيبة زكية. فقال له السلام ويلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وأيضا يبين، لأن السامع لو سكت السلام على ذلك سيقول وهذا للنساء وإيش وللرجال، صحيح ولا لا؟ وقول المسلم لا يلبس المحرم تقع على الذكر والأنثى بقرينة، لا الأصل، الأصل إذا قال المسلم لا يلبس المحرم الأصل فيه أنها إيش على الرجال لا على النساء. لكن لما جاءت لا يلبس المحرم، والله ما أنتم فاهمين حاجة ولا بغلطكم ولا شيء، أنا ماشي صح، اسكت هتعرفوا من عيني أنا بغلطكم ولا لا. أنا أقول الأصل، الأصل أنه لما يقول لا يلبس المحرم، المحرم هذا ذكر ولا أنثى؟ مذكر ولا مؤنث؟ ها خلاص، يبقى أنا سائر في الطريق السديد ولا في حيدة؟ يا حبيبي اسكت، يا بلاش تعليقك مش هينفع، لا ما تعلقش اسكت. فالأصل قلنا هذا للرجال، إلا أننا نحمله على النساء بإيش؟ بما قال الأستاذ الذي يعلق دائما بأن أصل النساء شقائق الرجال في إيه؟ في الأحكام. لكن أصالة إذا نظرت وقلنا لا يلبس المحرم لابد أن تقول الأصل يبقى الظاهر على ظاهره، يقصد به، يقصد به إيه؟ الرجال، صحيح؟ المرأة إيش يقال فيها؟ المحارين، محارين صح؟ يقال في المرأة إيش؟ المحرم، صحيح؟ يبقى المحرم إيش؟ صح؟ المذكر. فإذا نقول الأصل أنها المذكر إلا أن يأتي تأتي القرينة تصل إلى النساء. فكما قال الأخ الكريم، نعم عندنا قرينة أخرى تدعي على النساء يندرجن تحت الرجال، وهو الحديث المستقيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. لكن هنا السلام حتى يزيل هذا، يزيل هذا هذه القرينة ويبين أن الأصل يبقى على ما هو عليه، قال كما في الرواية الأخرى التي فرض بها البخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الإيش القفاز. فكأن معناه هذا إجمال ما يقال من عن المسألة، فكأنه يشرح ويفسر المسألة. علمت هذه الأحكام أنت ستبلغها عن غيرك، لأن السلام يعلم للتبليغ، لأنه قال بلغ عني ولو آية، فقال فستبلغ عني هذا أعلم أنك عربي، لأن العربي يأخذ الكلام ممكن برمته دون تدقيق النظر، ما كان من أهل العلم، كان يأخذ فقط للنجاة، يتعلم للنجاة. والدلالة على ذلك كما في سنة أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع بعض الصحابة وكان فيهم بعض الأعراب، فتكلم وقال على صلاة الليل، أنا مثنى مثنى وبين صلاة الليل، ثم قال ومن خشي ذلك فليوتر، فنظر الأعرابي فقال عما تتكلم، هو بيتكلم عن إيش؟ النبي بيتكلم عن إيش؟ عن قيام الليل. فالأعرابي قال عما تتكلم؟ قال ليس هذا لك ولا لأمثالك، هذا الكلام ليس لك فلا تنقله، هذا الكلام لا يعنيك ولا يعني أمثالك. فهم يتعبدون، يأخذون طرف الحديث ويتعبدونه ويتعبدون نجاة، والحمد لله على هؤلاء وأخيار يوم واحد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأمم بعده رضوان الله عليه. فكانوا من الأعراب يأتون كما قلت يتعلموا ليتعبدوا، فإذا بلغ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله بعدما بين له، شوف انظر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بين له حسن السؤال بلطف وبإشارة، ثم أفاده بجملة الإفادة الكاملة في مسألة ما يلبس المحرم، ثم بعد ذلك فصل له على الإجمال وكأنه قال وهذا خاص بكم أيها الرجال، أما النساء فإحرامهن في وجوههن، فقال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة، تفريقا حتى ما يأتي رجل كالأستاذ المعلق ما يأتي ويتفقه ويقول لا النساء شقائق الرجال في الأحكام، فيأتي المسلم يفصل هذه المسألة ويقول تعال لا افهموا اخرجوا عن هذا اجعلوا أنفسكم على الأصل، هذا للذكور وأما للنساء فالإحرام في الوجه، إحرام المرأة في وجهها، هذا إجمالا حسن خلق المسلم في تعليم الصحابة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، المسألة الأولى اتفاق الفقهاء دون أدنى خلاف على حرمة لبس ما ذكر في الحديث للمحرم. فالمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم، والفقهاء غير الظاهرية، الظاهرية ينظرون إلى ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لبس المرء طاسة على رأسه المحرم فلا شيء عليه، لأنه لم يبتدي إيش العمائم،
لو وضع يعني نقول قبعة كبيرة لا تسمى عمامة، طيرسان مثلا لا تسمى عمامة، يقولون هذه ليست عمامة. الغطرة لو نظرنا لظاهر الغطرة لا تكون عمامة، فإن كانت ليست بعمامة فيجوز للمحرم أن يرتديها. لكن أهل الفقه والنظر الذين يدققون في نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بقول العلماء، إذا جاءت الحديث فلك فيه طريقان إثبات سندي وفهم متنه، فهم يدققون النظر في الفهم، لأن السلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي إلى أن قال رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حمل فقه ليس بالفقيه، فالمقصود الأسمى في حمل الحديث هو فقه متن هذا الحديث. فنظروا فقالوا أما العمامة فقد حرمها الإنسان، والشرع جاء يقاعد لنا قاعدة لا فرق بين المختلفين، ونسوي دائما لا فرق بين المختلفين، فنسوي بينهم خطأ وهم فاحش مش ممكن، آسف جدا أعود وأقول نسوي بين المختلفين ونفرق بين خطأ آخر، لا آسف إيش الصحيح؟ ها؟ الشرع دائما جاء يقاعد قاعدة مهمة جدا، وهي التسوية بين المتماثل والتفريق بين المختلف. فكل ما عمل عمل العمامة وكل ما نزل منزلة العمامة فهو يحرم على المحرم. لذلك جاء فقهاؤنا وقالوا كل ما أحاط الرأس أو غطى المرء رأسه به فهو في منزلة العمامة فيحرم. يبقى أخذنا الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمامة، وخذنا بالفقه المتماثل يقرب المثيل يقرب من المثيل، فكل ما أحاط بالرأس وغطى متصلا، هذا قيد الفقهاء، كل ما أحاط بالرأس وغطى متصلا فهذا ينزل منزلة العمامة، فيكون مما يحرم على المحرم أن يلبسه. ولما قيدت أنا متصلا يا أحمد عبد السلام؟ عشان إيش؟ عشان المنفصل لا يأخذ حق المتصل. يعني لو رجل كبير أمير ومعه الذين يعملون عنده أخذوا له شمسية وظللوا عليها بها، فيصح ولا ما يصح؟ هل هذه عمامة؟ ليست بعمامة، ليست بعمامة لأنها منفصلة، وإن كانت تعمل عمل عمامة في بعض الحين لكنها منفصلة، فلما فارقت العمامة بالاتصال والانفصال قلنا القياس هنا ممنوع، لأن القياس مع الفارق. وهذا يبين لك ضلال القوم الذين يضيعون أسقف الإفساد في الباصات وإفساد في إيش؟ في العربات. ترى يركبون العربة أو السيارة أو الباص بإيش؟ مكشوف السقف، السقف مكشوف. ليش؟ لأنهم يخافون أن يكون هذا عمامة مغطي الرأس فيقع في محظورات الإحرام. نعم قيل بعض الفقهاء قال بذلك، وهناك طوائف تقول بهذا، يعني معروفة من الطوائف الذين يقولون بهذا، معروف أي نعم هم هؤلاء الذين ذكرهم الأخ. فدلالة واضحة جدا على أن الفقهاء لهم دقة نظر، يقولون كل ما أحاط بالرأس متصلا، كل ما أحاط بالرأس متصلا غطى به رأسه المرء المكلف متصلا فهذا يحرم على المحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس القميص، هذه أيضا فيها دلالة على ما قاله النخعي، ورفعه بعضهم والرفع باطل، وإن كان حدث وهم أو زلة قلم من الإمام ابن القيم بعدما بين أن هذا كلام النخعي رفعه للنسل، قال وكما ذكر في الحديث أنه أن المحرم يحرم عليه كل إيش؟ مخيط. وأصحيحنا من كلام إبراهيم النخعي، وهذا فقه زايد، لا وجد القميص قد حرمه النسل فقال ولما حرمه النسل القميص وإيش المعنى فيه؟ قال المعنى أنه يحيط ويحد الأعضاء، يحيط الجسد ويحد الأعضاء. قال فكل مخيط، وما يقصد بأن فيه خيط، إن كثير من المحرمين يخشون يجي يرتدي النعل فيه خيط يقول يصح هذا ولا ما يصح. المسألة ليست مرتبطة بالخيط ولا بغير، المسألة مرتبطة بالإحاطة بالعضو، أنها تحد العضو، إذا كانت تحيط بالعضو فهي تنزل منزلة القميص. يبقى القميص أيضا بالاتفاق يحرم على المحرم، وما في مثله وفي معناه ما أحاط بالجسد، ما أحاط بالجسد. ولذلك المرء ممكن القميص ده يرتدي إزار رداء وليس إزار يجعله على الكتف يصح، المهم أنه لا يحيط بالجسد، كل محيط. وأيضا قول السلام لا يلبس السراويل، أن السراويل لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وكثير ممن يرتدي الإزار يرتدي تحت السروال الصغير، السروال الصغير يرتديه ويحسب أنه يحسن صنعه، وهذا أيضا مخالفة
لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسروال أيضا محرم لما؟ لإحاطته بإيش؟ بالوسط. لإحاطته بالوسط، ما الإزار يحيط بالوسط، ما الإزار يحيط بالوسط، بالوسط بالوسط. ها؟ نعم، لأنه لا يحد الأعضاء. وأيضا جاء الشرع بحل هذا، وجاء الشرع بحرمة هذا، لا سيما أن هناك ميزة أكثر في السروال أنها أستر من إيش؟ من الإزار، أستر من الإزار. فالسروال أيضا يحرم، ويحرم بالاتفاق أيضا، كل هذا بالاتفاق، ويحرم بالاتفاق لبسه أي مسو مسه طيب، سواء ورس أو زعفران أو طيب، لا يصح. ويحرم على المحرم أن يلبس هذا الثوب، إن تضمخ بالطيب لابد أن يغسله، أو قل لا يرتدي ويأتي بغيره، هذا بالاتفاق. والأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرأس، قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، يعني لا تقربوه الطيب، وهذه فيها دلالة أنه يحرم على المحرم الطيب. قال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا وجهه، وهذه الرواية الراجح عند المحدثين أنها شاذة، هذا الصحيح الراجح. ولذلك يصح للمرء المحرم أن يغطي وجهه على الراجح الصحيح، وإن كان الخلاف قد ظهر بين العلماء. قال لا تحنطوه، هذه دلالة على المنع من الطيب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، دلالة أيضا على المنع من الطيب، بالاتفاق أنهم يمنعون من لباس الثوب الذي فيه طيب. وقال لا تخمروا رأسه، دلالة على المنع من تغطية الرأس. والعلماء من الجماهير يرون حرمة لبس الثوب الذي فيه الزعفران أو الورس من أجل الرائحة، رائحة الطيب. فمعنى ذلك لو أضاع المرء هذه الرائحة، لو غسل ثوبه وارتدى هذا الثوب، يصح أن يحرم به. وعند البعض يرون أن المسألة ليست دائرة على الرائحة لكنها على الزينة، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. وأن وإن كان الزينة والطرف فيها نوع من استخدام العلماء في القياس، لكن الصحيح الراجح في ذلك على الرائحة، لا سيما وأن المسلم كان يطيب رأسه، وكانت عائشة تطيبه قبل الإحرام وبعد الإحرام. ما وجه الدلالة من حديث عائشة على قوة وجهة الجمهور بأنهم يقولون المسألة دائرة على الرائحة وليست على الزينة؟ أنا ما أجلس مع إخوة تجلس كل واحد بيلعب في حياتي وما ينتبهش، لا لازم ينتبه، دي مسائل علمية ليست مسائل وعظية، هي المجالس الوعظية غير المسائل العلمية. المسائل العلمية طلب العلم بيتمرس ويتدرب كيف يفهم كلام المسلم وكيف العلماء يفهمون الأحكام. قلت بالاتفاق لا يجوز أن يلبس المحرم الثوب الذي مسه زعفران ولا ورس، وأول ذلك على الطيب. قالوا عموما أي طيب مس البدن مس الثوب وقع المحرم في المحذور. وبعض العلماء قالوا المسألة ليست دائرة على الرائحة ولا الطيب على الرائحة، لا دي على الزينة فقط ليست على الرائحة. يبقى إذن من مس ثوبه زعفران النبت هذا في صب يجعل اللون يتغير، مس ثوبه زعفران أو الورس فإنه لا يلبسه مطلقا سواء أزال الرائحة أو لم يزل الرائحة، دي ثمرة الخلاف. الجمهور قالوا لا، لو غسله واشتم الثوب فلم يجد الرائحة وإن غير لونه فهو يجوز له أن يلبس هذا الثوب. لما؟ لأنهم قالوا العلة دائرة على الرائحة، واستدلوا على ذلك كما قلت، ويستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسي وفي جسدي عند إحرامي وعند الحل من الإحرام. قلت هذا يساعد الجمهور ويقوي وجهة الجمهور على أن المسألة دائرة على الرائحة لا على اللون. وين وجه دلالة الحديث؟ الزعفران بيدي لون، نعم أنا بتكلمش على الزعفران الآن. لو إيه؟ من قبيل يعني جيد، أريد تقوية قول الجمهور لكن أجل ذاك الله خير أحسن أثر الطيب إيش بقى اللي هو الرائحة، هذا يضعف من قول الجمهور. نعم هات أحمد.
جيد، بس انا اريد اقوي وجهة الجمهور. من وين؟ ها، ان اصل الكيف كان يظهر في موقف راس النبي اثناء احرامه، هذا يغتفر لانه يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الاستدامه. هو جيد جدا، بس انت تقارب المساله. خلاص انت جيد بس تقارب المساله. ها، كيف جيد تقوية من الحديث؟ أحسنت، وجهة جيدة. طيب، هو احنا ممكن نقول تقوية قول الجمهور بإيش؟ بأن يبقى بالنسبة للطيب إذا طيبته طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد ألا يمس ذلك الإزار وإيش والرداء، صحيح ولا لا؟ فإن كان مسته فإن الرائحة ستوجد، صح؟ نقول يغسلها، لكن يبقى إن كان مسكا أو عودا أو كان طيبا يبقى إيش؟ يبقى اللون، يبقى اللون، وهذا اللون أصلا يخطف في الأبصار، كانوا يحبون هذه الألوان، لون لو وجد يكون إيش؟ زينة، صحيح ولا لا؟ والمسألة ليست دائرة على الزينة، المسألة دائرة عندهم على الرائحة، على الرائحة، وهذا الراجح صحيح. فالجمهور بفضل الله سبحانه وتعالى قولهم أقوى بأن المسألة تدور على الرائحة، فإن مس الثوب زعفران أو مسه ورس فغسله وذهبت الرائحة، نقول بصحة لبس هذا الثوب. وإن كان أهل الظاهر الأقوى عندهم أن السلام أطلق وقال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، كلامهم قوي في هذا، على أن الظاهر ظاهر الحديث أن العلة لبس الثوب الذي فيه الزعفران والورس ولا نظر إلى العلة. والصحيح أن كل أو غالب أحكام الشرع جاءت معللة ليستنبطها العلماء، يستنبط العلماء منها الأحكام. إذن اتفقوا أيضا على أن الطيب لا يصح أن يلبس المحرم ولا أن يتطيب بطيب كما بينا الأدلة، واختلفوا فيما هذه كلها بالاتفاقات، واتفقوا أيضا بأن من تجاوز هذه الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هذه النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في المحظور وفي الإثم بالاتفاق، فعليه الإثم. وأيضا جمهور أهل العلم اتفقوا على أنه يأسم وعليه الفدية، يأسم وعليه الفدية، والفدية في التجوز من هذه الحدود الوقوع في محظورات الإحرام إما صدقة وإما نسك وإما صيام كما رتبها الله جل في علاه، فمن كان لي أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا أو هنا أو إيش تخييرية، يعني إما يتصدق، لأن كثير منا إذا وجد في الحرم امرأة منتقبة يقول لها اخلع النقاب عليك دم، إذا رأى أحدا وضع طيبا يقول له عليك دم، يفجعه بالدم هذا وبالذبح يقنطه. والصحيح أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام ومخير بأنه يطعم 6 مساكين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث كعب بن عجرة أن القم ملأ رأسه ووجهه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أرى أن الوجع قد بلغ بك، ثم قال له تجد أن تذبح شاه؟ قال لا، تجد أن تستطيع أن تطعم 6 مساكين، وبين له الترتيب أو قل التخيير في هذه الفدية. إذن الفدية الاتفاق بينهم أن هناك فدية، والفدية بين صدقة ونسك وإيش ونسك وصيام، وهي مرتبة عند الإمام مالك ومخيرة عند الجماهير كما سنبين وسيأتي تفصيله بإذن الله، فهي مرتبة عند الإمام مالك. فإذا اتفقوا على الفدية وأصلها كما قلنا، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا أصلها حديث كعب بن عجرة، واختلفوا في أنها مرتبة أو مخيرة وسيأتي تفصيله، دا من تجاوز على هذه الاتفاقات التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيما بينهم. المسألة الثانية اختلفوا، إذن اتفقوا فيما ذكرناه واختلفوا، هذه المسألة العلمية الثانية بعد الاتفاق حدث الاختلاف، واختلفوا في السراويل لمن لم يجد الإزار. الأصل أن المحرم يلبس الإزار، فمن لم يجد الإزار وليس عنده لم يجد الإزار حكما وحقيقة، ما معنى لم يجد الإزار حكما أو حقيقة؟ طلبة العلم، ما معنى لم يجد الإزار حكما أو حقيقة؟ عماد، نعم، ممكن يكون عنده إزار لكن الإزار تضمخ بإيش؟
بالمسك والطيب ولا يستطيع أن يغسله. الأمر الثاني لا موجود عند رجل آخر يبيعه وليس عنده الثمن الذي يشتري به، فهذا حكم. حقيقة لم يجد أحدا عنده ثمن هذا الإزار وهو ليس عنده الإزار، فمن لم يجد الإزار هل يلبس السراويل أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول قول المالكية والأحناف قالوا لا يلبس السروال، ولو لبس السروال أثم بذلك. فما عنده إزار قال يلبس وهو آثم بذلك وعليه الفدية، قالوا يلبس وعليه الفدية. وأدلتهم في ذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واستدلوا بحديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل. ولا هنا نهية، والأصل في النهي الاستحباب، فإن كان الأصل في النهي الاستحباب فله أن يرتدي الاستحباب. ما لكم نائمين؟ الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي تحريم، سكتوا بيخافوا أي وقت. الأصل في النهي إيه؟ الأصل في النهي أوافقكم نعم، الأصل في النهي التحريم. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، فإذا يحرم عليه أن يلبس السراويل، فمن فعل ذلك فقد أثم بعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الفدية. وعليه الفدية من وين أتيتم بالفدية هذه؟ قالوا الأصل الأصيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمضطر الذي لا يستطيع أن يحتمل القمل على رأسه وعلى وجهه وهو مضطر الآن منزعج بما عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق، وهذا محظور من محظورات الإحرام كما سيأتي، احلق رأسك وإيش تصدق بصدقة أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام. فهذه ظاهرة جدا بأنه مضطر إلى ذلك، وأباح الشرع له أن يأتي هذا المحظور لكن عليه أن يفتدي عليه بالفدية. فقالوا إذا لبس السراويل إن كان له حالتان غير محتاج فهو آثم وعليه الفدية، وهذا لا خلاف فيه. قالوا والثاني محتاج لأنه ليس عنده الإزار ولم يجد إلا السروال، قالوا يلبس السروال، والأحناف قالوا يأثم وعليه الفدية باتفاق الأحناف والمالكية. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة، قالوا يلبس السراويل ولا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. لما؟ لأصول الشرع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا يدخل فيما استكره عليه. قد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لم يرد الإزار فلذلك هو غير مستطيع، وأتى ما استطاع من أمر الله جل في علاه، فرفع عنه الإثم وأيضا ترفع عنه الفدية. قلنا لما؟ إن كعب بن عجرة كان مضطرا وأوجب النبي صلى الله عليه الفدية. قلنا إذا أردتم أن تقولوا الفدية فأتونا بالدليل الخاص لا بالدليل العام. قد قال النبي صلى الله عليه في خطبة عرفات في المحفل المهيب، وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقال للناس عامة الذي دخل في دين الله مستجدا والذي كان قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلم على مائدة رسول الله والذي لم يعلم من الأحكام شيئا، وأنا أقول بالتأكيد لا يعلم من أحكام شيئا. ليش؟ لأنه أحوج ما يكون في هذا الموقف إلى التعليم والبيان، فوقت البيان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات كما في الحديث الثاني حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ثم قال وعليه صيام أو صدقة أو نصف، ثم قال بعد ذلك ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وعليه وين وعليه؟ ده أنتم بهدلة. اسمعوا بقى، أنا أفهمكم شيء واحد فقط، الرضا بالمنكر كمرتكب، لما يأتي رجل يضع عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يعني سكوت هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى فأنتم موضعون أيضا، يعني أنتم ممن وضع الحديث. أنا أقول لكم قال في حديث ابن عباس وقد قال عليكم الأخ الكريم حديث ابن عباس اليوم الآن من ثواني معدودة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فمن لم يرد الإزار فليلبس السراويل وعليه صدقة أو نسك أو شات، هذا من كيسي صح ولا لا؟ من كيسي، هذا وضع وأنتم ساكتين يصح استيخذوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال من الأحوال، بل قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس السراويل ولم يأمره بإيش استيقظوا معه ولم يأمره
بالفدية. وهذه دلالة واضحة جدا في التفريق بين حلق الرأس وبين ارتداء السروال، لأنه لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمرء الذي أراد أن يخالف ويأتي بمحظور محظورات الإحرام بالنسبة للحلق، قال وإن كنت مضطرا فعليك الفدية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يلبس السروال لم يجد الإزار فهو مضطر إلى ذلك، ومع ذلك لم يقل له عليك إيش الفدية. فالتفريق هنا الكلام في هذه والسكوت في هذه وفي معرض البيان تدل على أن الشرع لم يحرج على أحد لم يجد الإزار أن يلبس السروال دون فدية. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب هذا الأصل الأصيل، لكن باقي المحظورات نقول عليه الفدية وإن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ هذا تناقض مني. اسمعوا افهموا دققوا النظر. قلت السروال من لم يجد الإزار وأراد أن يرتدي السروال فيلبس السروال وعليه وليس عليه الفدية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفدية لمن لبس السروال، قال فمن لم يجد الإزار فعليه أن يلبس أو له أن يلبس السروال، ولم يقل عليه الفدية. صحيح ولا لا؟ وندور مع الشرع حيث ضار. لكن أقول من جرح فاحتاج إلى طيب أو إلى مسك فمس طيبا ومس مسكا فعليه الفدية. هذا تناقض مني. لا الظاهر تناقض ويحتاج لإيش؟ لإجابة. مش واضحة؟ واضحة عندكم ولا غير واضحة؟ طيب حديث كعب بن عجرة أصل أصيل في الفدية، فكل محظور أتى به المرء فعليه إيش؟ قاعدة هذه القاعدة. يبقى كل محظور من محظورات الإحرام أتى بها المرء فعليه الفدية، صحيح ولا لا؟ طيب الرجل أتى ولبس السروال وليس عليه الفدية، قلت ولو مس الطيب فعليه الفدية. فمن سألني مس الطيب وعليه الفدية، ما الدليل؟ أقول الدليل حديث كعب بن عجر. فقام الرجل الفقيه المدقق قال فالرقص بين متماثلين والسروال محظور من المحظورات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل، كما أنه قال لا يلبس ثوب المس أو زعفران أو إيش أو ورس، وكما أنه قال لا تحنطوه يعني لا تمسوه الطيب، فنهى عن الطيب كما أنه نهى عن السراويل، ففرقت بين الطيب وبين السراويل. قلت لو جرح واحتاج إلى الطيب حتى يعني يكف الدم نزول الدم واحتاج إلى الطيب عليه أن يستخدم الطيب وعليه فدية. وقلت إن لم يجد الإزار ووجد السروال فليلبس السروال وليس عليه فدية. فما الفارق بينهما وما المفرق بينهما مع أن الأصل واحد؟ أرجو أن تكون المسألة فهمت، مش عايز إجابة بس المسألة فهمت، التقييد فهم الحمد لله. هذا نعم حديث ابن عباس ماله؟ طيب أحسنت. وصاحب الطيب صاحب ضرورة، وصاحب الحلق صاحب ضرورة. خلاص مش نوع واحد من المحظورات فكل المحظورات تحزو حزوها. الأصل الأصيل أن الشرع، اسمع بس عشان تستفيد، قل الأصل الأصيل أن الشرع لا يفرق بينه. يبقى إذا أتى الرجل محظورا من محظورات الإحرام ولو كان مضطرا إلى هذا المحظور فليأتيه ويرفع عنه الإثم ويبقى عليه إيش؟ وقل هذا في سائر المحظورات. مفهوم؟ تقول هذه القاعدة ثم تقول إيش؟ إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، وقد دل الدليل على استثناء السراويل، ولا تناقض هنا. فأعملنا الأصل وأعملنا القاعدة وأعملنا الدليل، لأننا ندور مع الشرع حيث دار ومع الأدلة حيث دارت، لا سيما أن الأصل براءة الذمة. فإذا لبس السروال فالصحيح أنه ليس عليه أي فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في محفل مهيب في خطبة في عرفات قال للناس معلما ومن لم يجد الإزار فليلبس السروال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل فهذا عام مخصوص بهذه الحالة التي خصها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة التي اختلفوا فيها الثانية أو الثالثة. المسألة الثالثة
مستحيل يلبس الإزار ليه؟ طيب جيد، هيلبس السروال لن يحج؟ لا هيحج، هيحج ويستر عورته بالسروال. طيب وما الفرق بين هذا وذاك؟ جيد أحسنت، هو الغرض المقصود نحن نقول الأصل في ذلك أن التقعيد كل محظور من الإحرام عليه الفدية إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على السراويل. يبقى المسألة الثالثة المختلف فيها أيضا من لم يجد أن عليه، حتى نكمل بس نكمل وفي الحديث هنقف مع بعض إذا دخلنا على الكتاب الثاني. من لم يجد أن عليه هل يلبس الخفين؟ قلنا لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ولا يلبس المحرم الخفين، ده بالاتفاق. واختلفوا في من لم يجد غير واجد للنعلين هل يلبس الخفين؟ قالوا نعم بالاتفاق يلبس الخفين. فالاتفاق هنا من لم يجد النعلين يلبس الخفين، ثم جاء الافتراق والاختلاف، فقال فريق منهم يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين لموجب حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فمن لم يرد أن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول قاله مالك الشافعي وأبو حنيفة، الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. قلنا لما؟ قالوا ندور مع الشرع حيث دار، حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم أن يلبس الخفين هذا إذا وجد أن عليه ثم فقلنا به، ثم قال إن لم يجد أن عليه فعليه بالبدل، والبدل أن يلبس الخفين لكن بشرط وقيد، ألا وهو وأن يقطعهما أسفل الكعبين. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا بأن حديث ابن عمر أنه من لم يجد يلبس الخفين ولكن يقطعهما يقطعهما من أسفل الكعبين. ولذلك استنبط العلماء من هذا أن كل ما أحاط بالكعبين لا يجوز لبسه، يعني لو كان النعل يحيط بالكعبين لا يجوز، لابد أن يكون تحت الكعبين، لابد أن يكون تحت الكعبين. وقالوا بالقطع، قالوا بوجوب القطع، وحملوا مطلق حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت، حملوا هذا المطلق على إيش؟ على المقيد في حديث ابن عمر أنه قال وليقطعهما أسفل الكعبين. وهذا الحمل حمل صحيح أصوليا، لأن حمل المطلق على المقيد له أربعة أحوال ذكروني بها، ذكروني بها، حمل المطلق على المقيد له أربعة أحوال. تتركوني فاقد الذاكرة؟ يرضيكم هذا؟ ذكروني. اتفاق الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، اتفاق الحكم دون السبب، واتفاق السبب دون الحكم. واحد يمثل بهذه الأربعة أحوال، ما في حمل المطلق على المقيد أصوليا لابد أن يتفق الحكم مع السبب. محمد تدرست معنا؟ أيوة أنت المهندس التاجر، نعم، عشان تراجع، ما في وما في مراجعة، اتحاد الحكم والسبب. ده اتفاق حكم وسبب. ما صحش يا اخوة هكذا، انتم امتحنتم حتى في الاصول. ايه خط راجع؟ الغرض المقصود اتفاق الحكم والسبب عند العلماء بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، واختلاف الحكم والسبب بالاتفاق فيحمل المطلق على المقيد. اما اتفاق الحكم مع اختلاف السبب حصل الاختلاف بين العلماء، الجماهير يقولون بحمل المطلق على المقيد، واما الاحناف يقولون ليس بحمل المطلق على المقيد. هنا عندنا حديث مطلق، حديث ابن عمر قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين اطلاقا، ثم قيد ثم قيد وقال وليقطعهما من أسفل الكعبين. وعندنا حديث ابن عباس هذا مطلق غير مقيد، قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. الحكم واحد والسبب واحد، صحيح ولا لا؟ ولا الحكم مختلف والسبب واحد؟ ها
الآن حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم الذي لم يجد أن عليه فليلبس الخفين إطلاقا مطلقا. وقال ابن عمر في حديث ابن عمر من لم يجد أن عليه فليلبس الخفين، لكن قيد بإيش؟ فليقطعهما أسفل الكعبين. هذا اتفق في الحكم والسبب ولا ما اتفق؟ اتفق في الحكم والسبب. الحكم هو أن يلبس، والسبب هو الإحرام مع عدم وجود إرادة الإحرام مع عدم وجود أن أنتم طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الحديث من لم يرد إن عليه ما حكمه؟ إيش يفعل؟ قال يلبس الخفين وقيد، وصفه بوصفه مقيد. قال وليقطعهما أسفل الكعبين، مفهوم؟ طب حديث ابن عباس حديث ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ان عليه حكمه فليلبس الخفين، قيد ولا اطلق؟ فهمتم؟ طيب ناتي الحديث الاولاني، ما سبب لبس الخفين او اللي عليه؟ اراده الاحرام مع ايش؟ سبب لبس الخفين اراده الاحرام مع عدم وجود ان عليه. طب سبب لبس الحديث الثاني ناتي، سبب لبس الخفين اراده الاحرام مع عدم وجود ان عليه، يبقى الحكم والسبب اتفق ولا لا؟ فوجب حمل ايش؟ المطلق على المقيد. فمن لم يجد ان عليه، وذلك ترى الاخوه المغاربه والجزائريين جزاهم الله خيرا ياتون ياخذون بهذا القول وحتى يخالفون المالكيه، مع ان هم المفروض اصلا مالكيه، وياتون بالنعال وتاتي تقول له اتق الله، يعني كعبه اجعله تحت الكعب، ما تجعله يغطي كعبك، انت الان تستطيع تاتي بالنعل من اي مكان. فيقول لا لا لا، المسألة قد قال السلام في حديث ابن عباس فليلبس أن عليه وأطلق، وهذا ليس بسليم. الغرض المقصود الجمهور يرون أن له يلبس الخفين، والخف اللي هو الطويل اللي هو بيغطي الكعبين، يلبس الخفين بشرط وقيد أن يقطع الخف إلى الكعبين. قالوا وهذا أقعد، وهذا إلى الأصول وإلى الحديث، وعملنا بالحديثين ونحن أسعد الناس بأثار السلام، وإعمال الكلام أولى من إهمال، لأننا لو قلنا بحديث ابن عباس انفرادا أسقطنا كلام من؟ ابن عمر، حديث ابن عمر ما أخذنا حديث ابن عمر، لكن لو لبسنا الخفين وقطعناهما فقد أخذنا بكلام ابن عباس في اللبس، وأخذنا بكلام ابن عمر في إيش؟ في القطع، وإعمال الكلام أولى من إهمال، وصراحة هذا أقعد للتأصيل وأقوى في الأصول، هذا أقعد للتأصيل وأقوى في الأصول. القول الثاني قول الحنابلة، وهي الرواية التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بأن من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين دون أن يقطعهما، وتمسك له مستمسك بحديث، هو استمسك بحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات، قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع الخفين. قالوا عندنا هذا أثر، وهذا الأثر متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، لا سيما أن حديث ابن عمر كان في المدينة، وحديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، هذه واحدة. الثاني حديث ابن عمر كان تعليما عاما، أما حديث ابن عباس كان في إيش؟ في محل النزاع، فاهمين ولا لا؟ في خطبة عرفات، في الإحرام، في نفس المسألة، في العبادة بذاتها، فذلك يدل على أنها إيش؟ أقوى في البيان. فلو كان فيها القطع أمرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين دخلوا في دين الله مستجدين لا يعلمون عن دين الله شيئا. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر صراحة من القوة بمكان، نقلوا عن عطاء، وعطاء قال فيه شيخ الإسلام رمضان، ماذا قال شيخ الإسلام في عطاء؟ ماشي، بالذات في الحج ابن تيمية يقول أعلم الناس بالمناسك هو عطاء، عطاء هو أعلم الناس بالمناسك. قال عطاء لا قطع للخفين، من لم يجد إلا عليه فليلبس الخفين ولا يقطعهما، القطع فساد والله لا يحب الفساد، القطع فساد والله لا يحب الفساد. وهذا نظر من الدقة بمكان، يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بيّن إيش؟ على النهي عن إضاعة المال، وإفساد الخف فيها إضاعة للمال، وهذه الأدلة للطرفين. فالطرف الثاني استدل بحديث ابن عباس، وقالوا حديث ابن عباس ناسخ، وقالوا القطع فيه إفساد وإفساد المال لا يصح. فما الأرجح صراحة؟ الكفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين كلام النبي. ولذلك أنا أقول فضل العلم، لو لم يبقى لفضل العلم
غير هذه الفضيلة لكفتنا في الدنيا والآخرة. قطع الحيرة، قطع الحيرة لا تكون إلا بالعلم. ولذلك الناقل غير الناقد، الناقد غير الناقد. الناقد له أن يجمع لك، لا قص ولصق كما يقول، جمع لك مشيئة من الأقوال ويقف وتقف أنت حائرة. هي صراحة القول الأول من القوة بمكان، وهو للأصول أقرب، وهو للتقعيد أقرب، وفي إعمال لكلا الدليلين لا سيما وأن الأصول تقول الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ. أنت لا تذهب إلى النسخ إلا إذا لم تستطع أن تجمع، وأنت تجمع هنا. قالوا الإفساد، قلنا لا إفساد، بل يمكن للخف أن يستعمله المرء وإن قطع أسفل الكعبين ينتعل ويسير به فيجعله نعلا ويسير به، فلا إفساد. هو الإفساد في شكله، الإفساد في فائدة أخرى وهو تدفئة ما فوق الكعبين في البرد، في البرد مثلا. لكن هل الإفساد أصبح إفسادا كليا؟ لا. قالوا ولما أمر به الشرع ما صار، ما صار إفسادا، صار إصلاحا، وسيستخدمه نعلا ويكون خير، ويكون خيرا له، لأن الشرع هو الذي أمره بذلك. ولذلك هم قالوا انظر إلى الشرع لم يأمر بأن تفتح السروال وتجعله إزارة. لما؟ لأن هذا فيه إفساد لمصلحة السروال، مصلحة المصلحة التي من أجلها ترتدي السروال تضيع كلية إذا فتحت السروال وجعلته إزارة. أما الخف فلا، أنت إذا قطعت الخف أسفل الكعبين لك أن تنتعل وتتخذ إيش؟ نعلا وتسير به ويقيق البرز والحر في هذه الجزئية. هذا ليس بإفساد، وهو كلام من الوضوح بمكان، ومن الجلاء بمكان، ومن القوة بمكان. والقول الثاني صراحة فيه قوة ليست بعدها قوة، لا سيما وأنه يعضدها القاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقام الجمهور قالوا لا هذا ليس إرادة علينا. إجابة سهلة جدا على هذه القاعدة، أنت تقوي قول الطرف الثاني بهذه القاعدة تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا هذا لا يرد علي. كيف الرد؟ عندك أحمد اصبر أنا أنتقف الآن، كيف الرد؟ طيب فين؟ ما خلاص وقت الهجوم موجود. فين؟ لا كده غلط. ليش؟ لأنه هو دفع عرف، فكيف نقول تأخير بيان إلى وقت الوجوب؟ ما هو وجب دفع عرف. لا حديث عمر سابق إيش فيه؟ ما هو قال الآن في محل النزاع لم يبين هو تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. غالب إن علم تكن ما فيش معرفوش الخطف غير في عرف. لا بالكلام بقى ده كلام خطر. لا اترك ها طبعا المفروض التفصيل بيأتي بعد الإجمال، هذا حال القرآن وحال السنة، يأتي بالإجمال بعد التفصيل. ها لا الحج سنة في واحدة بس، مرة واحدة وفي أشهر معدودة فقط. يعني هو الكلام الصحيح لا يحيد عن كلام أحمد، وهو أنه أحالهم على ما قعده أولا، أحاله على ما بينه لهم أولا، فهذه إحالة. فلا نقول بأن القاعدة ترد في هذا المحل، لأن السلام قد بينه، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه ابن عمر معروف أنه إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا نشره بين الناس، لا سيما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى على بيت حفصة وقد يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة ونشر ذلك بين الناس، فالبيان قد وجد، فلا يمكن أن يترد هذه القاعدة. لكن صراحة نحن نقول الأصل الأصيل في ذلك روح الشريعة مع القول الثاني، ومقاصد الشريعة مع القول الثاني، لا سيما وأن المشقة تجري بالتيسير، لا سيما وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لا سيما ويعضد ذلك أن قطع الخف فيه نوع إتلاف، وإن لم يكن إتلافا كاملا لكن فيه نوع إتلاف، والشرع جاء بمحو كل هذا الإتلاف والإفساد في المال. فيبقى لنا القول الثاني نرجحه تسهيلا وتيسيرا على الناس، وهو من السنة أيضا بمكان، وإن كان الأقعد والأقوى والأقرب للأصول القول الأول، لكن كما قلت هذا القول اللي هو القول الثاني ليس بهين، لا سيما وأن الإنسان قال في محفل مهيب فليلبس الخفين ولم يأمره بالقتل، فإن لبس الخفين فلا فدية عليه ولا إثم ولا يقطعهما. هذه المسألة الخلافية الثالثة أو الرابعة. طب ننتهي من الكتاب، هننتهي الآن من الحديث وبعدين هبدأ بك في السؤال.
الرابعة، المسألة الرابعة، أن إحرام المرأة في وجهها، وقد اتفقوا على ذلك، إحرام المرأة في وجهها وقد اتفقوا على ذلك، والمحرمة لا تغطي وجهها. قل حتى أكون دقيقا، لا ترتدي النقاب، المحرمة لا تنتقب في الإحرام، لقول السلام ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، سيدنا أبو داود نهى السلام عن القفازين وعن النقاب، يعني لا تلبس المرأة النقاب. فنظرنا في النقاب فوجدناه يحد العضو، يحد إيش؟ الوجه. فقلنا كل ما حد الوجه أو يحد هذا العضو للمرأة وإن لم يسمى نقابا فإنا نقول بأنه إيش؟ حرام على المحرمة، لأن السلام نهى أن تحد المرأة وجهها وإحرامها بالاتفاق في وجهها. واختلفوا فيما بينهم في القفازين، وإن كان بعض الأحناف يعني ورد عن المالكية قول ضعيف، والأحناف على أنها يمكن أن تنتقب وهي محرمة على الكراء، وهو كلام ضعيف فلا ننظر فيه، لكن اختلفوا خلافا قويا في مسألة القفازين. فقالت عائشة بجواز ارتداء القفازين، وقال الثوري يرخص للمرأة إن كانت جميلة ويدها فاتنة، واليد تكون لها ملفتة يعني بيضاء مثلا والسواد على الأبيض يجعله زاهيا، لها أن ترتدي القفازين، وهذا مخالف ومصادم لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى لها أنها إن كانت فاتنة يجب عليها أن تستر وجهها إذا مر الركبان، إذا مر الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها تصف نفسها والنساء كنا محرمات وكنا كاشفات الوجه. قالت فإذا مر بنا الركب أسدلنا، سدلت كل واحدة الثوب من على الرأس على الوجه، سدل هكذا وليس النقاب هكذا، السدل هكذا. قالت سدلنا على وجوهنا، واستدل على الوجه هنا يستلزم مس الثوب إيش؟ الوجه. ولذلك ترى بعض الفقهاء الحنابلة يقولون لا، لابد من شيء يفصل الثوب عن الوجه، يعني المرأة ترى كثير من المنتقبات ترتدي الكاب، يعني تقع في محظور آخر تتشبه بالكافرات، ترتدي الكاب وبعدين تسدل عشان لا يمس الثوب الوجه. نقول هذا تكلف، لما؟ لأن حديث عائشة ظاهر، قالت سدلنا تسدل إحدانا ثوبها من على رأسها على وجهها، وهذا لا يبعد أن نقول بأنه يمس الوجه، فتسدل الثوب حتى يمر الرخ. قالت فإذا مر الرخ رفعنا، فلها أن تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله جل في علاه ألا نكون قد أخللنا بشيء من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن المقصود من السؤال هو الإجابة المفيدة، صحيح؟ المقصود من أي سؤال؟ لا، المقصود من أي سؤال يعني أن المفتي قل الفائدة الأولى فقه المفتي في فعل المستفتي، هذا أدب من أداب المفتي والمستفتي، فالمفتي ينظر للمستفتي، إن كان المستفتي يقول السؤال بطريقة خطأ لكن المفتي يعرف عنه أنه يريد إجابة معينة فعليه أن يسدد له بالإجابة الصحيحة، وعليه أن يرشد السائل إلى ما يفيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفاده النبي صلى الله عليه وسلم وزاده، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفقا به لما رأى لا يحسن السؤال وأعطاه الأحكام الخاصة بالرجال قال ممكن يعممها للنساء، فزاده أن أعطاه أحكام أيضا تخص من؟ النساء. قال لأنه ليس بإيش؟ بفقيه، سأل سؤالا لم يحسن السؤال، فإذا لن يفقه هذه المسألة أنها خاصة بالرجال، فزاد له في الفائدة وعلمه كيفية إحرام النساء. الفائدة الثانية فريضة الحج في الظاهر السفر إلى مكة، وفي الباطن السفر إلى الله جل في علاه، فزاد المرء إلى الله جل في علاه أنه راح إلى ربه جل في علاه، لذلك تراه يذهب في الدنيا ويطلقها ثلاث، الكل يرتدي الإزار والرداء، الكل يمتنع عن الطيب وأن كان مرفها في دائرته، مرفها في بيته في بلدته لا ترفيه في هذا المجال، الكل سواسيه. فالحج سفر إلى مكة ظاهرا لكنه في الحقيقة سفر إلى الله جل في علاه، وزهد من الدنيا وقرب من الرب الجليل سبحانه جل في علاه، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا تباطا،
لما طلقوا الدنيا وأقبلوا على ربهم أقبل الله عليهم ونزل إلى السماء الدنيا يدنو الله عشية عرفة يباهي الملائكة بهؤلاء الحبيب جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لما زهدوا في الدنيا لما طلقوا الدنيا واقتربوا من ربهم اقترب الله منهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه باعا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته فرولة. فمن اقترب من ربه وطلق الدنيا فإن الله يقترب منه ويدنو في السماء الدنيا عشية عرفة يباهي بهم الملائكة وأكثر بقاء الله من النار في هذا اليوم. الفائدة الثالثة حسن الشريعة ويسر أحكامه. حسن الشريعة ويسر أحكامه يستنبط هذا من حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس الخفين ولم يأمر بقط الخفين. وأيضا يستنبط من حديث ابن عمر لأنه لم يجد السراويل لم يجد الإزار فليلبس السروال ولم يحجر عليه واسعا. الفائدة الرابعة حديث البخاري دليل لمن يقول بوجوب النطاق. حديث البخاري دليل لمن يقول بوجوب النطاق. والحديث الرواية قال عليه وسلم لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين. فقال لا تلبس المحرمة النقاب قال العلماء جماهير العلماء قالوا تخرج عن إلفها تخرج عما ألفت. هي ألفت إيش؟ ألفت النقاب. فلما جاءت إلى الإحرام قالت لا حتى هذه العادة أقطعها من أجل الله جل في علاه فأخلع النقاب. فكأنهم يستدلون في هذا الحديث بإيش؟ بالمفهوم مفهوم مخالفة. يبقى إن لم تكن محرمة فهي يلزم لها كأنه خبر يربي إن شاء. إن لم تكن محرمة فحالها النقاب فيلزمها النقاب. ومع قوة هذا الاستدلال يرد عليه بسهولة ويسر. نعم يرد عليه أرد زي ما أنت عايز بسهولة ويسر بإشكال بسيط يجعل الرد عليه. هات أشد شفت هذه أنت أخطأت في الأول أو الآن فضل والله نافع دخل على دخل عليه ابن عمر فوجده يصلي بغير سترة رأس فقال يا نافع تخرج السوق هكذا قال لا قال الله أحق أن يستحي منه. نعم على طالب العلم أن يلبس العمامة وغطاء الرأس والتقية وكل هذا أولى من ذلك أن تقول إيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل يبقى مفهوم مخالفة إن لم يكن محرما فحرام عليه أن يلبس إيش السراويل ولم يقل به أحد صحيح ولا لا. لكن ممكن يرد على هذا الإرادة أيضا أن هذا على الغالب والغالب لا مفهوم له أما النقاب فلا. المهم الغرض المقصود هذا أيضا دليل لمن يقول بالنقاب وجوب النقاب وهي مسألة خلافية بين العلماء والخلاف فيها معتبر وقلت فصل الخطاب يرجع فيها لفضيلة الشيخ محمد. انتهينا من هذا الحديث ومن الفوائد المستنبطة قبل أن ننتقل إلى الكتاب الثاني أفعال الرسول. وما زلنا نؤصل أصلا لابد أن نؤصله ونزيد في تأصيله ونقاعده ونزيد في تقعيده حتى نرد على سفلى رعاع نصبوا أنفسهم أعداء لسنة الإسلام فليل نهار صباح مساء يضعفون الحديث البخاري يقولون أحاديث الإسلام لا يؤخذ بها عندنا القرآن نأخذ به وزهدوا الناس في سنة السلم وفلاح الناس ونجاح الناس ونجاة الناس لا تكون إلا في السنة. قبل أن ندخل فيه في أفعال الرسول على نفس التقييد قبل أن ندخل في الأفعال الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين الفرق بين السنة القولية والفعلية وأهمية السنة الفعلية ثم ذلك المباحث التي تتلو ذلك.